6 دماغ ثالث في جسم الإنسان. في مواقع علمية العلماء دايما بيتكلموا على الدماغ وعلى النخاع الشوكي كأنهم دماغين، الدماغ والنخاع الشوكي إنهم بيعملان معا. جامعة كولومبيا فيها باحثين توصلوا إن في دماغ ثالث في الأمعاء. الدماغ الثالث في الأمعاء علماء جامعة كولومبيا بيقولوا إن هو على خلاف الدماغين الآخرين، يعني الدماغ والنخاع الشوكي بيشتغلوا مع بعض، لكن الدماغ اللي علماء كولومبيا بيقولوا إن هم اكتشفوه داخل الأمعاء بيعمل لوحده. يعني حتى في الأوقات اللي فيها فقدان اتصال بالدماغ أو النخاع الشوكي الأمعاء بتشتغل لوحدها بغض النظر عن اتصالها وتلقيها أوامر من الدماغ أو اتصالها بالنخاع الشوكي. أهمية ده إن العلماء هيدرسوا الأمعاء بنظرة أخرى، إن في دماغ ثالث في الإنسان لا ينتظر فقط الاتصال بالنخاع الشوكي أو الدماغ، وإنه في حركة داخلية ذاتية عاقلة جوه الأمعاء مستقلة عن الدماغ وعن النخاع الشوكي. العلم كل يوم يفاجئنا بجديد، لكن في ناس بتاخد العلم من أجل تدمير وتخريب أمم، في ناس بتاخد العلم من أجل إحياء الأمم وإحياء الإنسان. وفاصل ونكمل.